وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم الشكر بعد شكر الله تعالى للشيخ أو الأخ محمد فارس، محمد فلاح فارس الخالدي من المملكة العربية السعودية، وهو الذي تكفل ببناء هذا المسجد، لوالده الشيخ فلاح فارس الخالدي رحمه الله تعالى. ثم الشكر لأهل هذا الحي الذين وقفوا وقفة قوية ووقفة مشرفة حتى اكتمل البناء في هذا المسجد، وجزاهم الله خيرا عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء، لأنهم ما قصروا والله، وقفوا وقفة مشرفة بمالهم وبأنفسهم وبأبنائهم وبكل ما يملكون. أنا التجهيزات الحاصلة دي كلها الآن دي كلها من أهل هذا الحي، دكتور زين العابدين وكذلك البشمهندس محمد عمر وشيخ حسن وغيرهم 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 وغيرهم، هم كتار جزاهم الله خير، وبارك الله في كل من ساهم ووقف مع بناء هذا المسجد. كذلك يا جماعة ما أنسى أبين حكم شرعي، لأنه أنا حاسس أنه حيحصل به بعض المشاكل أو بعض الخلافات، ونحن ما دارين أي خلاف في هذا المسجد أو أي مسجد آخر من مساجد المسلمين، لأن ربنا أمرنا بالاعتصام ونهانا على الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وهو مسألة العمدان دي، هسه لما وقفنا بالصلاة الناس بتردد، واحدين يرجعوا ورا واحدين يجوا قدام واحدين يقفوا بين العمدان، فما هو الحكم الشرعي عشان نكون عارفينه من الليلة وخلاص. روى الترمذي بالسنن بإسناد صحيح أن بعض الصحابة قالوا: كنا ننهى أن نصطف بين السواري، السواري هل عمدان دي أيا كان نوعه، خشب، حديد، أسمنت، خرسانة، شجر، غيره، تكون سارية للمسجد. كنا ننهى أن نصطف بين السواري ونطرد عنها طردا، حديث في سنن الترمذي بإسناد صحيح. العلماء تكلموا قالوا الحكمة شنو عن النهي عن الاصطفاف بين الأعمدة والسواري في المسجد؟ بعض العلماء قالوا لأنه موقف إخواننا من الجن المسلم، ما في جن مسلمين وفي واحدين كفار اللي هم الشياطين، فقالوا الجن المسلم الصف بتاعه بين العمدان، عشان كده نهينا إن نجنو نزاحمهم، لكن ده قول ضعيف. القول الصحيح كما رجح المبارك فوري في تحفة الأحوزي قال: العلة في النهي، العلة والحكمة في النهي لأنها تقطع الصفوف، وقد أمرنا بوصل شنو يا جماعة؟ الصفوف ومساواتها، نحن أمرنا بوصل الصفوف ومساواتها. لكن قال العلماء كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين وغيره عليهم رحمة الله أنه إذا ضاق المسجد، يعني بقى ضيق، أو كثر المصلين حتى لو في يوم من الأيام كثروا، ولم يجد الناس إلا أن يصطفوا بين السواري، فإنه يجوز لهم ذلك. الضرورات تبيح شنو يا جماعة؟ المحظورات. يبقى الخلاصة كالآتي: لو المسجد ملان لا بأس شنو يا جماعة؟ لا بأس أن يصطف بين السواري وتكون السواري قاطعة على الصفوف، لأن ده ضرورة عشان ما في زول يعترض على الثاني ليه واقف هنا وليه ما وقفت هنا ويحصل خلاف. النقطة الثانية الممكن تجيب اختلاف بين المسلمين وحسب يعني تجربتي الطويلة في المساجد، المساجد بقى فيها مشاكل أكثر من النادي، معليش يعني دي الحقيقة، وبقى فيها مشاكل المساجد أكثر من محل الشيشة ذاته، محل الشيشة كل دول تلقاه ماسك الحجر بتاعه غر غر غر، ما في دول بشكل الثاني، مع إنه محل بتاع باطل ومنكر ما في مشاكل، في محل الباطل مشاكل ما في، لكن في بيت الله
أظن أي ذول شيطان بيجي معه والله العظيم. وتلقاهم أحزاب، ده الحزب كده لابدين للحزب الفلاني وده الحزب كده، يا أخي دي هي ما بتجوز الحزبية دي، لكن لو بقيت عليها خليها في البيت، ده بيطلع يا أخي. وده محل الناس يأتلفوا ويعتصموا بكتاب الله وبالعقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد وبالدين الصحيح. فالنقطة الثانية دائما بتجيب غلبة في المساجد مسألة التبليغ. شايف أخونا ده بلغ، اسمك منو؟ إيهاب. فمسألة التبليغ دي دائما بتعمل ربكة في المساجد، وبالذات لما تكون جديدة، ده اللي يقولوا بلغوا، ده اللي يقولوا ما تبلغوا. الحل بسيط، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بس الله قال اعتصموا، لكن لو حصل تنازع واختلاف، الحل هو ده المصحف، ده القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو بتلقى في القرآن ولا في السنة إن الرسول بلغ أو بلغ له إلا مرة واحدة لما كان عيان في مرض الموت وصوته بقى شنو؟ واطي، فأبو بكر الصديق سمع الناس. لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قبل ما يمرض مرض الموت صوته كان عالي بيسمع الناس، ما في أحد شنو؟ بلغ. أما الحرمين مكة والمدينة، قال علماؤنا التبليغ هناك جائز، لأن في الحرمين مظنة وهي عدم بلوغ صوت الإمام. هناك بيظن الكلام ده، لأنه بيصلوا كم؟ بيصلوا مرات ورا الإمام في المواسم، الحج وعمرة رمضان وكده، مرات ورا الإمام ممكن يصلوا 3 مليون شخص، 3 مليون دقة واحدة كده ورا إمام واحد، 3 مليون، وثلاثة مليون ده اللي وقفوا صف آخر ذاته ما في، آخر ذاته ما بتلقاه، فديل بيصلوا ورا إمام واحد. عشان كده العلماء قالوا، وقالوا حصلت في الحرمين قبل كده، الإمام ده من دار يركع أو يسجد الميكروفون حصل فيه شيء، الثلاثة مليون دول كلهم يتبادلوا. فلذلك هناك أفتى العلماء فقالوا من كانت حاله مثل حال الكعبة أو مسجد الرسول في المدينة فليبلغ. يعني أنت إمام صلوا وراك 3 مليون وعندك ميكروفونات وأي شيء، بلغ طوالي. أنا ذاته لو وقفت وراك ببلغ، لكن وينهم 3 مليون؟ حسيت 300 ما تامين. فدي خلاصة الحكم الشرعي. والمالكية أنكروا الكلام ده كما نقل الشاطبي المالكي، والشاطبي ده أحد أعلم أئمة المذهب المالكي، أحد أعلم علماء المذهب المالكي، عنده كتاب اسمه الاعتصام، فنهى عن كل هذه الأشياء اللي بيفعلوها من الناس من تبليغ ودعاء جماعي وغيره، نهوا عنها المالكية نفسه عليهم رحمة الله تعالى. فدي دائما أنا لاحظت في المساجد اللي بيجيب ربكة، واللي بيزيد الربكة والفتن بين الناس في المساجد التنظير. في ناس ما عندهم تخصص في العلم الشرعي، زول من الله خلقه تلقى ما قرأ صحيح البخاري ده كامل، ولا قرأ صحيح مسلم، ولا قرأ تفسير ابن كثير، بس يقول لك والله يا أخي أفتكر إنه المسألة دي حلوة. لا، ده هناك في التورطة في القراصة نظر. أما في الدين إما تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تسكت. يا أخي الإمام مالك، ومنو فينا مثل الإمام مالك؟ مين فينا؟ الإمام مالك جاءه الرجل راكب دابته قالوا 6 شهور، والوقت داك في الشارع ممكن تلقى أسود، ممكن تلقى نمر، ممكن تلقى أصلة، الشوارع كانت خطيرة جدا، وفي شوارع ذات صحراء وجبال، 6 شهور راكب الجبال ومعرض روحه للموت والخطر، لحد ما وصل للإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا إمام جئتك من عند قومي وقد حملوني 3 مسائل، أو قال 6 مسائل، قال: هات الأولى. فسأله قال: الله. قال: لا أدري. قال: هات الثانية. قال: لا أدري. قال: لا أدري ده منو؟ مجهز ولا جداك؟ الإمام مالك يا جماعة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لا أدري. الشافعي رحمه الله قال: كنت إذا جلست بين يدي الإمام مالك كنت لا أقلب صفحات الورق، هيبة لمالك رحمه الله. ده الشافعي، انت قالوا ده زول ساكت؟ الشافعي تلميذ مالك. الإمام الشافعي قال: كنت بقعد تحت رجلين وتحت وما بقلب الورقة،
الورقة بتاعت الكراس، قال ما بقلبها ذاته. هيبة وتعظيم للإمام مالك. الرجل ده سأل الإمام مالك، قال له جيب التالتة، قال له ما أعرف. جيب السؤال، ستة أسئلة تقريبا كلها، قال له ما أعرف، لا أدري لا أدري لا أدري. لأنه ده الناس بيخافوا الله يا جماعة، عشان كده ما بينظروا في دين الله. هسه الآن لو زول طبيب أو مهندس ما بيقبل تنظر له في شغلته، ممسكينه موقع عمارة ستة طوابق وبدروم تحت الأرض، أتحداك أمش وقف عربيتك جنب العمارة دي ونادي المهندس قول له والله أرى إنه العمود ده المفروض يكونوا بدل ستة يكونوا 18، شوف لو ما لفقك شلوت. ليه؟ لأنه ده شغله، وده اشتغل وكون شغال 25 سنة بالشغلة دي، وإنت ده ما مجالك ما مجالك. كذلك يا جماعة الدين من باب أولى وأحرى، الإنسان ما ينظر فيه حاجة ما أعرفه أقول ما أعرفه. فالرجل زعل قال يا إمام جئتك من قومي وأنا مسافر ستة أشهر وتقول لا أدري لا أدري لا أدري. الإمام مالك لما لقاه ذول بتاع لولوة قال لي اصعد فوق ذلك الجبل في المدينة، اطلع فوق وقل لجميع الناس قال مالك لا أدري. كلهم كلمهم قل لهم مالك قال أنا ما عارف الجواب بتاع سؤالك ده في الدين، أطلع فوق الجبل. ليه؟ لأنه له لما قال لا أدري خايف من ربنا. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المعذرة على الإطالة، وأقدم أهل الحي ومن يمثله. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم هذه الفريضة، وجعلنا بفضلها جميعا من أصحاب الجنة المغفورين لهم المقبولين إن شاء الله. ثم أبدأ من بعد الحمد والشكر والثناء المطلق لله سبحانه وتعالى، أبدأ بالشكر والتحية والتقدير لكل من كانوا سببا في هذه اللحظات الطيبات، في هذا اليوم الطيب، وفي هذه الساعة الطيبة من ساعة الجمعة، لنفرح جميعا بقيام هذا الصرح المبارك، هذا المسجد المبارك العامر بإذن الله. نهدي لهم التحية باسم لجنة المسجد وباسم أهل الحي جميعا، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم. وأشهد الله أننا ومنذ اليوم الأول من وطأة أقدامنا هذه المنطقة كان أهل الحي جميعا أمنيتهم وحلمهم إنه يلقوا مسجد، حتى من الله عليهم بالأخ الكريم الشيخ الفاضل مزمل الفقيري وقعدوا معاه. ما أدس عليكم، أنا ما حضرت، لكن جماعتنا لاوزوا منه قالوا يا شيخ مزمل شرطك شنو في المسجد ده؟ مزمل قال لهم ما عندي شرط، خافوا منه أنه سامعين به. قال لهم ما عندي شرط، أنا أبني المسجد وأسلمكم المفتاح. فرحوا جداً وضربوا التلفونات وعملوا الاجتماعات بعد ذاك. فلا بد في هذه اللحظات أن نحيي هذا الشيخ، لأنه كان مفتاح لهذا المشروع الخير الطيب، وكان سبب لقيام هذا المسجد. أحييه تحية خاصة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولكل إخوانه الذين ساعدوه وعاونوه، سواء كانوا في الإدارة الهندسية ولا في إدارة التنفيذ ولا في إخراج المسجد بهذه الصورة الطيبة، جميعا عاملين ومهندسين فنيين وعاملين الذين ساعدوه وعاونوه، أحييهم وأشكرهم جميعا في هذه الساعات المباركات باسم أهلنا في هذا الحي جميعا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وممن كان وراء هذا العمل من على البعد، الشيخ محمد الخالدي، سائلا الله أن يتقبل منه هذا الوقف لوالدي
ويشفع لوالده به إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، نحن لابد أن نعبر ونكرر تعبيرنا بسعادتنا بهذه اللحظات الطيبات، ونقول لشيخ المزمل إن شاء الله اللجنة وأهل الحي معاك في إنه المسجد ده يكتمل ويأخذ شكله النهائي إن شاء الله تعالى، معاك في كل خطوة ويدهم على يدك إن شاء الله تعالى ليبلغ هذا المسجد منتهاه وليكون نموذجا في هذه المنطقة بإذن الله تعالى. ونقول له إن شاء الله مسجدنا ده يبقى مسجد رسالي يؤدي رسالة المسجد الحقيقية، ومنبرنا ده إن شاء الله نريده أن يكون منبرا حرا عاما للدعوة، منبرا للدعوة الحقيقية، دعوة التوحيد، لتوحيد أهل الإسلام، وليرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، منبرا لإصحاح عقائد الناس من الشرك في كل مجالاته وبكل مسمياته وبكل أنواعه. ونريده إن شاء الله تعالى، أقول لشيخ مزمل، نريده إن شاء الله منبرا لتوحيد كلمة المسلمين ولتوحيد أهل هذا الحي، وتمتين علاقاتهم الاجتماعية ببعضهم البعض، ولنخلق إن شاء الله تعالى في النهاية مجتمعا طيبا طاهرا نظيفا متماسكا، إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى فيه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى إن شاء الله. ونقول نريده منبرا إن شاء الله تعالى لتوحيد أهل القبلة جميعا، لنسعى ونسير بهم إلى طريق الله المستقيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نريد لهذا المنبر إن شاء الله منبرا يجمع أهل العلم والعلماء، ليشاع منه العلم إن شاء الله تعالى في بقاع هذه المنطقة وما جاورها. نسأل الله سبحانه وتعالى أخي مزمل الشيخ مزمل أن يتقبل منك ومن الذين عاونوك ومن كانوا من خلفك من البعد الشيخ محمد، نسأل الله أن يتقبل منكم هذا العمل جميعا قبولا حسنا، ونسأل الله أن يجزي أهل هذا الحي خيرا. زي ما قلت في البداية، كانوا شمروا ووقفوا وقفة قوية جدا ليرى هذا المسجد والحمد لله النور، وقد رأى ورأينا والحمد لله رب العالمين. نشكر أهل هذا الحي رجال ونساء أطفال وكبار لوقفتهم القوية خلف هذا المشروع حتى اكتمل. ونشكر، لا بد أن لا يفوتني أن أشكر شيخا جليلا جارا عزيزا هو تاجر، الشيخ الطيب حمزة. جاء أول يوم يا شيخ مزمل قعدنا في الفطور قبل ما يحفروا الأساس، وقال أنا علي العجل، عجل الافتتاح، وقد أوفى بوعده والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم في قيام هذا المسجد خيرا، بالكلمة الطيبة، بالمال، بالتحريض، بالتشجيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خيرا، وأن يوفقنا لما فيه الخير ويرضى، وأن يبارك فينا جميعا، وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا جميعا من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.